معنا في هذا اللقاء سيادة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار. برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بسيادتك وسادة المشاهدين. عايزين نعرف هيئة عامة للاستثمار بهذا الكم الكبير من المساحة والمصانع الداخلة في المنطقة، أبرز ما فيها وأبرز ما تقدمه للمستثمر. خلينا نبدأ بالمستثمر المحلي الأول. طبعا زي ما حضرتك شايفه النهارده سياده الرئيس هيشرفنا لاول مره في المنطقه الحره في مدينه نصر. المنطقه الحره في مدينه نصر منشاه منذ السبعينات، لكن احنا يعني رفعنا كفائتها زي ما حضرتك شايفه عشان نقدم خدمات افضل للمستثمرين سواء الوطنيين او الاجانب الموجودين هنا. عندنا 207 مشروع داخل الهيئه اللي هي على 180 فدان، والنهارده ان شاء الله هيكون في تفقد لعدد من المصانع العامله بالفعل في داخل المنطقه سواء مصنع منترا او مصنع ليوني. وايضا سيادته هيفتتح عدد من المشروعات الجديده للهيئه مناطق الاستثماريه في الدقهليه والقليوبيه ميت غمر وبنها، وان شاء الله هيتم استعراض اهم ما تم خلال الثلاث سنوات السابقه في عهد سيادته. يعني احنا بنتكلم عن هيئة عمل الاستثمار ومنطقة حرة وتحديات للاقتصاد المصري، وهرجع مرة تانية واقول ايه المحفزات سواء للمستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي اللي بتقدمها الهيئة. واهم حاجة بالنسبة للمستثمر الاجراءات وصورة الاجراءات، وده اللي الحكومة شغالة عليه بشكل مكثف في الفترة اللي فاتت، ان احنا نقدر نقلص الاجراءات عشان تقدر نسهل على المستثمرين. فالحكومة وضعت 20 يوم لاصدار جميع التراخيص المستثمر، ولازم نودع المستثمر، وفي حالة عدم الرد يعتبر ده يعني ان شاء الله يكون خد رخصة. الحاجة الأخرى اللي احنا برضه مركزين عليها هي منح الإقامات للمستثمرين الأجانب الموجودين في مصر. احنا خليناها خمس سنين، كانت سنة خليناها خمس سنين. عملنا مراكز جديدة في المحافظات عشان نحقق لا مركزية، ويقدر ان هو في الصعيد خاصة في محافظات الصعيد يقدر ان هو بدل ما يجي القاهرة يقدر ان هو يخلص كل حاجته من هناك في المراكز اللي هي فيها جهات حكومية. عندنا 67 جهة حكومية داخل مركز خدمات المستثمرين بتمنح تراخيص فترة مراكز مختلفة في صعيد مصر. صعيد مصر وفي الوجه البحري عندنا 15 مركز، يعني بعد القليوبية ان شاء الله احنا هنفتتحه آخر السنة هيبقى 15 مركز على مستوى الجمهورية، والهيئة مهتمة جدا بالتوسع في إنشاء المراكز. سياسة الشباك الواحد وما أضافته للمستثمر في تسهيل الإجراءات، هو اسمه دلوقتي وفقا لقانون الاستثمار 2017 بقى اسمه مركز لخدمات المستثمرين. هذا مركز فيه 67 جهة حكومية. المستثمر لما بيجي اولا تاسيس الشركات، عشان بس يعني عايز اوضح للناس كلها، تاسيس الشركه بيخلص نفس اليوم، عشان احنا بنقول لا احنا في مصر بقالنا ثلاث سنين بناسس في نفس اليوم جميع الخدمات سواء اعتماد الجمعيات العموميه للشركات والجمعيات غير العاديه بيخلص في خلال يوم او يومين. المركز فيه كل حاجه، الجوازات موجوده عشان لو هياخد الاقامه المستثمر الاجنبي، شهر عقاري موجود، سجل التجاري، كل الجهات اللي بيحتاجها المستثمر في المركز، وبيكون كمان معاهم صلاحيات، وده اللي احنا متفق فيه مع السادة الوزراء بتنسيق مع السادة الوزراء، عنده صلاحيات ان هو يدي للمستثمر من غير ما يرجع للجهة بتاعته. احنا دلوقتي بنتكلم عن منطقة حرة فيها العديد من النشاطات الصناعية، والصناعة هي قاطرة للاقتصاد المصري. ما تقدمه المنطقة الحرة، لان في منطقة حرة سلعية ومنطقة حرة خدمية، ايه الفروق ومدى مساهمتها ايه في الحلم المصري ب 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات؟ المنطقه الحره بتساهم بشكل اساسي في الصادرات المصريه، احنا هدفنا التصدير. حضرتك عارف نظام المنطقه الحره اصلا بيعتمد على التصدير، لازم يعني المشروع بياخد اعفاءات ضريبيه وجمركيه كامله مقابل ان هو يصدر كله للخارج. طبعا عندنا زي منطقه الحرف مدينه نصر في انشطه مختلفه، في صناعه، في انشطه زي الاي تي، حاجات اللي هي زي الخدميه اللي هو بيعمل برامج وبيصدرها للخارج. فاحنا السنه اللي فاتت مثلا كانت صادراتنا من المناطق الحره 11 مليار دولار، فاحنا بنساهم بشكل اساسي في الصادرات المصريه، بندعم المناطق الحره، بنحاول نتوسع فيها بالذات في المناطق الحره الخاصه. المناطق الحره الخاصه كمان ممكن تكون في اي محافظه مشروع مستقل، مش لازم يكون جوه هذا كومباوند صناعي، بيكون مشروع مستقل على مساحه 20000 متر اتليست، ونبدا ان احنا بنديله كل الموافقات والتراخيص ويقدر يشتغل. طيب عمليات الترويج للخارج يا فندم بتتم ازاي؟ احنا طبعا بنعمل يعني زي بعثات لطرق الابواب، ودلوقتي احنا بنطلع بالقطاع الخاص، لان بسهل لما تبقى طالع من القطاع الخاص غير لما طالع مننا، يعني بيبقى في مصداقيه بالذات المستثمرين الوطنيين لما يطلعوا بره بيروجوا لمصر، الناس بتقدر انها تسمعهم ويتكلموا على قصص النجاح اللي موجوده، وده اللي بيتم دلوقتي. يعني احنا كل البعثات اللي بطلعها بتطلع معايا دايما رجال اعمال. عندي ان شاء الله مسافر يوم يعني هذا الاسبوع القادم برضو عندي بعثه ترويجيه هيكون معايا 30 رجل اعمال، فهو ده الكونسبت الجديد اللي احنا شغالين بيه. اصحاب الخبره واصحاب المهنه اللي اقاموا مصانع بالفعل وبيصدروا بالفعل. هو بيقول انا قصه نجاحي في مصر،
وايه الحوافز اللي بتقدمها الحكومه. يعني انا بتكلم وهو بيتكلم كمان بديله فرصه يتكلم اكتر مني، وبعدين بنعمل 1 تو 1 اجتماعات يعني فرديه مع المستثمرين اللي احنا بنستهدفهم. يعني احنا ما بنروحش كده الدوله بيبقى عندنا ليست، احنا عايزين نجيب شركات ايه، عايزين نجيب صناعات ايه. وده السؤال الاخير الحقيقه، هل في خريطه واضحه للمستثمر ودراسات جدوى بتقدم ليه كمساعده لاقامه المشروع الاستثماري الخاص بيه؟ عندنا خريطه مصر الاستثماريه في اكتر من 1130 فرصه، فيها دراسات جدوى قطاعيه واستشهاديه للمستثمر. الخريطه دي بيقدر يخش يحجز عليها الفرصه اللي هو بيحتاجها، وبنقدر احنا نتواصل معاه بنوصله بالجهه، وفيها كل القطاعات المختلفه اللي بيحتاجها المستثمر. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئه الاستثمار. شكرا. بشكر سيادتك فعلا. مشاهدينا الكرام، إذن نحن نتواصل معكم في هذا اليوم لافتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحفزات الجاذبة للاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، والهدف هو زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، خاصة في مساهمة واضحة من القطاع الخاص الذي يعد الجناح الآخر للدولة المصرية في تقديم كل ما يمكن من أجل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.